فهو بعد ما ركبناه وعملنا له كل وريتكم كيف صلحنا له الانستالاسيون ورجعنا له كل شيء يعني وخدمناه الحمد لله صوته مليح لاباس ممتاز ما يرنفلش هذا يبان في التبخير نتاعو السمع ما ينفلش لان المصب نتاع الزيت يبان في التبخير محطين حدا بعضهم هذوما شوف فيه ما شاء الله رغم ان الفلتر مش راكب الفلتر نتاع الهواء مش راكب لكن صوته ارطب منيح كيلاري